عايزين نغير النص المكتوب على الصفحة داخل الكونتنت. فهنرجع للفيجوال ستوديو وهنلاحظ ان عندنا نصين، نص مكتوب بدون اي تاجز والنص الاخر مكتوب داخل تاجز. طيب ايه الفرق بينهم؟ النص الاول ده مجرد نص عادي بدون اي اضافات، عشان كده ما احتاجناش اننا نضيف له تاجز. اما النص التاني فهتلاحظ انه رابط كلمة docs بلينك لصفحة الدوكيومنتيشن الخاصة بالايونيك، عشان كده اضطرينا نحط التكست ده داخل تاجز. طيب خلونا نعدلهم مع بعض. هنبتدي بالنص الاول فهنغيره كالتالي: كن متفردا، كن مبرمجا. وننتقل للنص الثاني وهنعمل عليه 3 تعديلات. العبارة الأولى هنعدلها كالتالي: لمعلومات أكثر، لمعلومات أكثر اضغط. وبعدين نعدل كلمة docs وهنخليها هنا. والتعديل الأخير إننا هنحذف العبارة الأخيرة، مش محتاجينها خلاص. وبعدين نعمل حفظ للتعديلات ونشوف النتيجة على المتصفح. ولو ضغطنا على كلمة هنا هيفتح لنا الرابط الخاص بالIonic Documentation.